المستقبل أكثر كارثية مما يبدو عليه الوضع الإنساني حالياً إذا ما استمر النزاع. ذلك ما تقوله البيانات الختامية للوفد الأممي الزائر لليمن. لا تفاؤل حتى من المسؤولين الدوليين الذين جاءوا بقصد الاطلاع على الوضع الإنساني عن كثب. فهول ما يحدث أصابهم بالدهشة والحسرة معا، يقول رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد بيتر ماورر. قتال يومي وأوبئة فتاكة واكتئاب عمومي يفيض وجعا ودمعا في بلد هدته الحرب وعطلت فيه حركة الحياة. حتى السجون، يضيف ماورر، ممتلئة بآلاف المحتجزين الذين تمنع عنهم الزيارة. كل هذا ينبئ بكارثة إنسانية وشيكة إذا لم يتدخل المجتمع الدولي لحل الأزمة في الوقت القريب. أما الكوليرا فتتوقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن يتجاوز عدد ضحاياها 600 ألف حالة في حال تفشى انتشارها وعجزت المنظمات الإنسانية عن وأدها. ماورر خرج من اليمن متحسرا على ما يحدث فيها، واكتفى بإطلاق نداء عاجل لتغيير السلوك المتبع في الحرب بين الأطراف المتحاربة بما فيها دول التحالف حسب قوله، وطالب باتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من معاناة المواطنين وزيادة التمويل الإنساني أكثر من أي وقت مضى. أما صندوق الأمم المتحدة للسكان فاكتفى بنشر أرقام عن حجم الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد، حيث قال في آخر تقاريره أن هناك أكثر من 20,700,000 يمني بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة أو الحماية، مختتما تقريره بجملة مفادها أن اليمن يشهد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. في السياق